مرحبا بكم في ناس عايشين ضياء. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في سلسله رمضان. في هذا الفيديو غادي نوريو لكم البيت ديالنا، حيت شرحنا بدلنا فيه واحد الحاجات وزدنا فيه واحد الحاجات وكوكي حاجات زدنا كوكي عندنا كوكي كوكي. رمضان هو احسن شهر في العام، كلشي متفق عليها. ميمكنش يجي رمضان ويمشي هكاك بلا ما نوجدوا شي حاجه، سواء في الماكله سواء في البيت، حتىها فوق الفراش. المهم ما تنساوش انكم ديروا لايك وتابعوا رمضان كريم. رمضان كريم وبيان سور تبقاو باش تسمعوا كلمات السر. غادي نبداو نشوفوا بلاصه لينا وبلاصه ضياء. بلاصه لينا صغيره. بسم الله بدلتوا بزاف ديال الحاجات. مهم بداو من هنا غير كتدخلي. شنو كتلقاي؟ ركن الصلاة. غادي نبقاو كنجلسو كنقراو القران، وماما راه القران ديالي ودرتيني حسا هذوك الكتوبة، ومازال ماما عاد تجيب لنا الصلاية وقران واحد اخر ان شاء الله. حيت هاد الايامات خرجنا كنتقطاو بزاف ديال الحاجات، سكيت في ما تيقدنا الوقت، وحنا ضروري خاصنا نصورو الروم تور. المهم ما عليناش، غنشوف شنو دايره هنايا. دايره هنايا الكتوبه، حيت انا كنقول لهم التليفون بزاف. اوه اوه اه وكاين حتى الضو، ولا ما عرفتيش شنو هي. اوه هي لا، اوه هي لا واخا. وبعد واحد الحاجه، كل وحده ديكورات بلاصتها على حسب هي شنو بغات. اه قسمنا ديت في الضو، احنا غادي نشوفوا كل شيء. اها شنو دايره هنايا؟ هنايا البيرو، مشى طبعات رمضان كريم راكم شفتيه في الفلوق اللي فات. اها هنايا عندي هادي لاباطا مودلين. اه ولكن لاباطا مودلين مابقاش فين تهنا. اه دونك غير حيدناها. ماما كانت شريتها لاباطا مودلين، ماما كانت شريتها في عيد ميلادها. عندي هادي. شنو هادي؟ طابلات. طابلات الا بغيتيها سيرو للسيت راه غادي يكون لتحت. اها صندوق الوصف. علاش علقتي هادي اللي في الدوغي؟ هادي حيتاش باش تلصقي فيها قلتي لي نوت اي حاجه. فاطمي لي انا بلا ضغوات بحال دائما. وكاين الرايه ديال مان بيتل ما سرق الانوار من تدسو ذاتي دمت منتدى وحما. كاين هذا باتريك. اه بسيط بسيط باتريك. ولصقات واحد الديكور اختي صدعت انا. غير خليه ماشي ضروري بقيت كبستو. يلاه سير. وهنايا سي هنايا الفوق هو اللوح هي احسن الله. اخترت هي اللي اخترت هاد النجيمات. شوفي كيفاش لصقاتهم كيبانو بحال طونوبيل. كانت لينا باغا بانت ليهم بحال نجوم. لا كلاود بحال غيمه. غيمه غيم. وهي في الاخر انا ونينا بديت كندير الكوري الغيمه لقيناها رجعت الطوموبيل. المهم ماشي مشكل. المهم هنايا فراش عندي الملوسات ديالي. جات الملوسات ديالها هذه غوز، وهذه هذيك ما عرفتش تعرفي على عائلتك. هذه هارت هارت هي كاينه في السيتي الا بغيتيها. وصبنتي وهادشي كامل هاد الايام وقادو حيتاش كانت العطله. كتجي في ماشي لون واحد، كتجي في بزاف ديال الالوان الا بغيتي دغيا، حيتاش كاين بزاف الحاجات ممتعه. كاين هذا كاين مازال ما عرفتش تحت تحت هذاك البوكس دايره فيه الالعاب. عندنا كوكي هذاك البوكس فيه الالعاب، فوق منه مونوبولي وتما الكتوبه ديالها. ياك كاين حتى الشنطه ديالينا. كاين هاد هذيك اللي عندنا بجوج زيدي كوكي عندنا بجوج فتحناهم. دابا غادي نوصل داكشي اللي مام تيسير حنا شي وحدين طاحوا ثلاثة. ماشي مشكل، هادي داروها البنات بجوج بهم تعاونوا على شنو غيكتبوا فيها. ولكن الخط ديال ضياء انا كاس الى بغيتيها. كاين مثلا كاين الدعاء، كاين تنظيم فطوره خالدي هذا يمكن اننا نديرو في عبد يا بنتي سمحي لي. كاين مثلا الدعاء وكاين حتى شي حاجه قلبي لي نشوف اننا نديرو في رمضان. هادي كل عام كنديروا هاد البورد هذا، وكنديروا فيه شنو ليزاكتيفيتي اللي غنديروا سبع ايام الاولى، سبع ايام الثانيه الثالثه الرابعه، ورمضان سهله. عيد مبارك سعيد. دابا البيت كاين هذا دايرين فيه ليزاكسيسوار ديالكم. البيت نقول لكم واحد الحاجه،
شوفوا هذيك هذيك خلاص ما اختارت كتقلد حتى هذه اكسسوار خليك البيت تقسم على جوج حيتاش كبير هنا بلاصه ضياء وهنا بلاصه لينا واختاروها هما دابا غادي نمشيو لبلاصه ضياء ضياء لا ديكور اللي دارت مختلفه بغيت نبداو من هنا كاينه هذه كاينه ضياء وانا الجمله انت اللي اختاريتي الضوء وداك الشيء انا غادي نبدل هاد ضياء لينا هادو القصص هادو القصص عندي هادو هذا هو اللي راني دابا كنقرا حتى طويل كنقراه بشويه بشويه خليها ضياء وهذه هي احسن وحده اللي انا قريت وهذه هذه فيها الشمع الشمع ديالك وفيها حتى شي سين فيها دوك ديالي واو لا ديالي 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 يا غفيره ديالي ماشي فوقي ديالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي زيد اختي شنو اخر غادي ندوزو دابا لهنا لهنا دابا بعدا من تحت عندي سكيت سكيت هيا سيري نبيها نشوفو نو نو انا دي لا بدي منها انتي هذا ما بغيتيش تعلقيه بحال ضياء فوق البيرو نعلقو هنا ولكن شوف شنو مصلح هرستي لنا الحيط ولكن ما بغيتيش انتي فوق البيرو بغيتو باش يكون يعني ما عرفتش ما بغيتوش من الفوق والضو لينا دارت الضو هي ما بغاتش دير الضو قالت لك ما بغاتش الضو بزاف ولكن ممكن حتى الا دارت الضو غادي نديرو غير هنايا حدا الكتوبه ماشي مشكل بلاش هاد لا فيديو دابا كنصوروها لهم بالنهار اما كون صورناها بالليل غتكون شكل اخر بالحق يشوفوها معنا في الفلوقات ديال رمضان دابا عندنا هذا ستيكي نوتس ستيكي نوتس ديالك هذا هو اللي كان في الاول ديال هذا ولكن عجبتني كان في الاول ديال ستيكي نوتس اللي فيهم بحال النجمه سينا عفاف وهنا يمكن لي انني نعلق اي حاجه عفاك ثانيه ممكن الكتوبة والكختام الكتوبة أنا مقادهم مزيان ماشي بحال لينا دايما فاش كتجي تقاد صراحة كل حاجة كتكون عندها شادة بلاصتها وأنا الشنطة وعندي لاتروس عندي هاديك درمادة الكريم اللي اختاريتي وعندي هادي هاديك ديالي لا ديالي ماما ما غاديش تاخدي انت كلشي هي ما بغاتش الضو لعبوا عليها زدي بومبح لا وهكذا تبدا المعركه هذا نسلموا في الاخر اها غادي تخداتو يمكن حساس بدلو اليوم شافوا هذاك فشحال ديال الفيديوهات زيدي ورينا شنو اخر درسي اسمع جوج ديال هاد بيان سور حيت انت ما بغيتيش الضو مش هكا شوفوا جيتارا اها الجيتار اللي ما عمرها ما وراتنا شي ابداعات بها حيت عمرها ما تعلمات حيت دابا الجيتار ديالي كثير بزاف غير غادي لا 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 ما كتحشميش عمرها ما تزربات هاد النهار غادي نفضحوك في كلشي هادو ما كيخدموش ولكن مخليها كيعجبوها حيتاش كنت عطيتهم لكم كادو نجيمات انت اختاريتي بديك الطريقه عطيت كاع هادوك اللي فيهم الزرق والبيض حيتاش عندك شو شي عطاتني لا قلت لها انا راني قلت لها الا بغاتهم انها تجي لعندك ولكن علاش تاخذيهم حياه الامهات يلا سير اختي ولكن انا شوف ديالي احسن من ديالينا بحال كلشي احسن ديالينا البيرو ديالها هو هذا عندي هادي وهادي ديالي عندي هادي ديالي لا ماشي ديالي انا ديالي الفيديو تحت عنوان ديالي ماشي ديالي يلا وقفي دابا انا غادي نصور ديالي عندي هذا شوفي شوفوا شوفوا عفاكم كيفاش دارت استيفان لينا رجعتي مع هذوك البنات الصعابات اللي كيبغيو يدابزوا نو خليني غادي نوري لا عرفتي شنو غادي نوري العائله البيت دابا كامل كيفاش جا ياك وعاد ديك الساعه غادي يقول لنا الراي ديالهم ديالي احسن ديالي اشنو حتى السجينه ديال ضياء عاد عقلت بان عندي الضو كيفاش
الضو انت درتيه وهي ما بغاتش دير الضو. مهم ها شوف نسيت دابا ملي درت ولا انا غادي ندير لكم واحد الدور وبسخاوي غنخرج عليا. هذا المقطع اصلا كيكون بلاصه تاع غوتي الشعيبيه. كلمه السر شنو هي في هذا الفيديو؟ اختاريها لينا. لين ضيع احسن من لينا. رمضان ضيع احسن من لينا. رمضان ضيع احسن من لينا. لا رمضان ضيع احسن من رمضان كريم. قلناها في الفيديو اللي فات فيك الزهايمر. قطه مسكينه ما فهمت حتى شي حاجه. كوكي كوكي لو جيل نوار. اهلا خوجي لنوار. كلمه السر هي لا خوجي لنوار. واخا غادي درنا واحد الحاجه واحده اخرى في رمضان ما غاديش تبقى تكون كلمات السر، غادي يكونوا سمياتكم هما اللي في الفيديو. المهم ان شاء الله في الفيديوهات ديال رمضان باقي جايين فيديوهات وحدين اخرين بزاف، وعافاكم الا ما جاوبوني على شنو قلتوا على الفكره ديال نهار ضياء طيب الفطور ونهار لينا طيب الفطور، ياك واش متفقين ولا لا؟ المهم انا الا جيتوا عليا غادي نخرجكم لبرا. اه ويلي ونخلص فلوسك. حسن برا ما كيكونش بزاف فين تاكلي في رمضان حيت الاغلبيه كيكونوا سادين. المهم او سين قولوا واش لا بارتي ديالي ولا ديالينا اللي حسن؟ واخا بجوج عارفين انه ديالي حسن ولكن غير شي وحده منكم شي وحده منكم. انا لاحظت شكون اللي كيجبد الصداع، هما غيقولوا شكون اللي كيجبد الصداع في لي كومونتير. صح صحات عتافات. باغي نخيط لضياء جلابه ان شاء الله فواحد لا كولور. انا بغيت بلوسيال تنتينا غادي نخيط لك جلابه وديك الساعه غادي نشوفوا. ولكن ضيق ما بغيتش جلابه بحال هكا، بغيت جلابه ولكن مودرن شي شويه ياكي. انا احسن حاجه عجبتني في البيت هي داك الركينه ديال الصلاه زوينه. انت احسن حاجه عجبتك في البيت شنو هي؟ جلابه لا بارتي ديالي كامله زوينه. انتينا لا بارتي جلابه احسن حاجه ركنت الصلاه وهذيك البنيه تاع مسكينه. المهم احسن نجوم عجبتني النجوم عجبني حتى هذيك الضو هذيك الضو هذاك. صافي كاينه واحد الحاجه اللي جابت بزاف ديال التصويت انها هي اللي حسن حسن. غادي ندير لهذيك الساعه نهار كامل ندير فيها اي حاجه بغاتها قبل رمضان. يلا صوتوا سيري الانستغرام وقول لهم يصوتوا لك، وانت سيري الانستغرام وقول لهم يصوتوا لك. صافي يلا شكرا بزاف ليكم. ما تنساوش انه كاين فيسبوك كاين تيك توك كاين كل شيء كاين حتى انستغرام الا بغيتو كل شيء في صندوق الوصف وكاين حتى السيت الا بغيتو بيان سور. نتلاقاو في واحد الفيديو واحده اخرى جديده. عفاك واحد الحاجه قبل ما نمشيو تفضوا. واو هذا الشيء مزيون الجو ديال النعاس وسورتو في الليل غادي يكون واحد الجو واعر. اه فهمتي. يلا نتلاقاو في واحد الفيديو واحده اخرى جديده. والسلامه.